يا عم الشيخ، هي الصور كلها حرام؟ نعم. بتتعلق على الحيطة، الصور بتاعت الناس اللي على الحيطة وعلى الموبايل وصور الزفاف، كل ده حرام؟ الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح محرمة إلا للضرورة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت التصاوير تعرض لي في صلاتي. قالت عائشة: فهتكته فجعلته، مزقته عائشة رضي الله عنها. فالنصوص في هذا الباب كثيرة، إلا إذا كانت ممتهنة تمتهن، فالممتهن مستثنى، ولعب الأطفال مستثنى، وما دعت إليه الحاجة والضرورة مستثنى كذلك، والله أعلم.